عين، رفة العين، أو إن الواحد بيسموها eyelid twitches. المقصود بيها إن الواحد يحس إن الجفون بتاعته بترعش لوحدها. الطبيعي إن الواحد يغمض ويفتح عينه، لكن إنها تتحرك إرادياً لا إرادياً هنا تكمن المشكلة. بتسبب للشخص النوع من التوتر، لأنه بيفتكر إن الناس بتشوف التغميزة بتاعته في ناحية واحدة أو في العينتين، ممكن فوق أو ممكن تحت. لكن الحاجة اللي بتضايق كمان قوي هو إن ممكن الهزة دي تأثر على النظر بتاعه، فبيشوف الأشياء شيكي كأنها بيحصل إنها بتتحرك. طبعا ده بيضايقه جدا، زي السواقة مثلا. مش عايز أقول إن كلنا جالنا الرفة دي في فترة من فترات حياتنا، او اذا ما جاتلوش جاتله في حد من اللي حواليه. اكتبولي في الكومنتس جاتلكوا امتى، عين واحدة ولا العينتين، وعملتوا ايه عشان تخلوها تروح. اما اذا انتوا مش قادرين توصلوا الحل، ان شاء الله اجاوبكم على الخاص.